اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الخارجية بزيارة ياريفان عاصمة جمهورية أرمينيا، وقد استقبل السيد فاهن كاشاتوريان رئيس دولة أرمينيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأرميني فاهن كاتشاتوريان، تناولت تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، بحثت آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وأرمينيا. كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً. كما استقبل السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الحكومة الأرمينية، وعقدت جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة.
وفي نهاية اللقاء غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار زفرتنوتس بالعاصمة الأرمينية يريفان عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.